طب طبعا. في نقطة في الحقيقة مهمة، مكافأة المنتخب بعد الخروج من البطولة 800,000 يورو، هل لو الأزمة أزمة فلوس، لو احنا بنتكلم ان الأزمة دلوقتي هي متعلقة بشرط جزائي و600 ألف يورو، هل ممكن ده يكون حل يتم اللجوء لي؟ طبعا أنا لو رئيس اتحاد كورة أو أنا صاحب قرار 800,000 يورو وهم جايين لي من غير أي شيء، خدي له 600 ومتشكرين قوي ويمشي وسلام عليكم، ونشوف لنا مدير فني وطني يستحق ان هو يكون موجود في الفتره اللي جايه، مدير فني حاسس بالناس، حاسس بامكانيات اللعيبه، عنده قاعده كبيره جدا. ممكن تجيب كمان مدير فني اجنبي بقيمه اقل بكتير، ب 30 و 40 و 50 الف الفتره دي سيباستيان دي صبر كان ب 20,000 يورو. لا اللاعبين المدربين الاجنبي ما اكثرهم. انا شايف الفتره دي محتاجه مدرب وطني. مين المدير الفني اللي ترشح؟ حسام حسن هو الافضل في الوقت الحالي. هو شخصيه كاريزما، نجم كبير، اللعيبه كمان هتهاب حسام حسن بشكل كويس، عنده فكر سواء من الروح القتاليه العاليه بتاعته والقتال، ويعني نجم شاركين. بس احنا كابتن طارق احنا عندنا مشكله في الفرص، يعني في الحياه دي مش اول مره احنا والساده المشاهدين او اي حاجه بنسمع ان اسم كابتن حسام بيطرح، ولكن ما بنديش فرص، ما بنستناش. على فكره مصريين وغير مصريين كابتن طارق، التجربة أثبتت أنه مصريين أو غير مصريين، يعني موضوع أن إحنا كارلوس كيروش تكرر معاه الموضوع، هكتور كوبر تكرر معاه الموضوع، مش عاجبنا. إحنا أول يمكن أولى حلقات البرنامج كنا بنتكلم أن إحنا عندنا 120 مليون محلل رياضي. صح، دي حاجة. طيب فما إحنا فكرة أن إحنا مش بنستنى دي مش متعلقة بمدرب وطني أو غير وطني. طيب يعني نستنى أنا على فيتوريا؟ إيه رأيك؟ شفت معرفتش تقول استنى؟ مش معناه ان هو يستنى. انا شايف هو فنيا الراجل عادي خالص، ما اضافش شيء على المنتخب المصري بصراحه. نتكلم يا جماعه، يعني مش عايزين كل واحد يقول كلمه، لا هي دي الحقيقه. ما اضافش شيء للكره المصريه، ما اضافش شيء للمنتخب الوطني، ما اضافش شيء على المستوى الشخصي لاي لعيب، ان هو مثلا عنده فوارق فرديه، مفيش حاجه.